تدخل عنده، كل من تدخل عنده رحب وحيا وسبحان الله وعزم ويا الله يعني على الأقل لو قهوة شاهي شيء أقل شيء يعني قدم لي. فسبحان الله استرحنا في الأحساء. أشهر التمور في الأحساء. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. آمين آمين آمين. عندنا طبعا الإخلاص، عندنا الشبيبي، عندنا الشيشي الرزيز، عندنا طبعا الآن ما شاء الله موسم الرطب إن شاء الله بيجي بعد فترة قريب، جناز الطيار، عندنا قصدي الغر، الشيشي، ايش بعد ذكرون البرح، لا البرح في القصيم طبعا، ما شاء الله في المجناز. وش اللي دائم في بيوتكم يعني بيوت الحسا اللي لازم يلازمون الإخلاص أكثر شيء؟ اللي عندهم مزارع يعني؟ ايه مزارع وغيرهم اللي يعني أهل الحسا متفقين على محبة. هو رطب عموما يعني يؤكل كله صبي يعني سواء يعني الإخلاص وكذا كله يعني ما شاء الله تبارك الله مطلوب، لكن التمر في بعض الناس يحب الخلاص لأنه أكثر يعني يعني أكبر مثلا كذا مثلا اللون أو كذا، بعضهم يحب الشيشي طعم الشيشي سبحان الله أكبر أكبر أيضا يعني أطول من الخلاص. طعم الشيشي يختلف، طعم الشيشي مثلا يعني حار على المعدة شوي. أي صحيح. مثلا عندك رزيز، رزيز صغير حباته شوي يحطون بعض الناس فيه سمسم مثلا حلوة حساوية مكسرات مثلا كذا كازو. وش تفسر ان الاول يعني نتكلم عن مثلا 40 سنة يا ابو تركي، قبل 40 سنة ما نعرف التمر الا من الحسن. الحين القصيم اخذ جو كبير، القصيم زرعوا كل شيء وكل شيء طلع عندهم صح، الحين صار عندهم الاخلاص رغم تصدق القصيم انا يعني زوجتي من القصيم فذلك كثير اروح القصيم قبل المحاضرات ايضا، اغلب هالقصيم بيوتهم مو بالسكري الاخلاص، كل ما قلت عنده واحد يحبه الاخلاص سبحان. فهو ما كان عندهم حاليا يعني الظاهر انهم اخذوه من الحسا وانتقلوه ولا كيف، بس ما شاء الله انتجوا صار فسائل يعني. ايه بس الجو الاكبر الحين في التمور القصيم رغم ان الحسا كان سابقا يعني. وش تفسر هذا يا ابو محمد؟ الاحسا سبحان الله العظيم يعني كثره النخيل واخذت الان ما شاء الله تبارك الله في موسوعه الان جلسة اكبر واحد نخيل السنه هذه، لكن سبحان الله يعني هو يعتمد على السوق التسويق، يعتمد على التسويق أو أهلها بنفس يعني أهلها لا يعني 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 أغلب أهلها سبحان الله يقول إحنا يعني تمر لنا مثل ما يقولون لنا إحنا يعني اللي يجي يأخذ منا نعطي القصبان ما شاء الله يعني في كل محل ينشروا صحيح ما شاء الله تبارك الله صحيح في كل محل ينشر حتى والله أني أنا وجدت حقيقة يعني في الطيارة تخيل درجة الأولى فرست كلاس فرست كلاس ها حلو تعلمته يوم جيت في درجة الأولى قدمون إيش سكري سكري قطار درجة الأولى سكري المشرق تحين انتم ما شاء الله تبارك الله قسمان اقول حق واحد من الشباب انتم الان قسمان ما شاء الله تبارك الله سكري حتى بالطياره قال هي عشان ما يحتاج انك تكتب ليدك بالما عقبه ما السكر عشان كذا يعني حكمه والله حكمه تصدق عاد فلذلك التمور هاي اعطاك يا باختصار ما شاء الله تبارك من الدول الاولى في العالم الحمد لله المملكه اللهم لك الحمد في تصدير التمور للعالم كله لا وسبحان الله في زياد كل سنه ازداد كل سنه ازداد تنافس في التمر وفي جودة نوعية التمر الحين شوف العلا العلا ترى كثير مننا ما يعرف العلا فيها أكثر من 3.5 مليون نخلة الله تخيل الله. لا والآن السنين الأخيرة أنتج في العلا يا أبو عبد العزيز وليهن الربع أنتجوا الآن العجوة الله. الآن العلا عجوة المدينة عجوة المدينة من تزرع في العلا وتباع في المدينة سبحان الله أنا أكلتها من النخيل من هناك اي والله العظيم سبحان الله ما شاء الله صراحه يعني ابدع عندما تشوف النخيل عندنا في المملكه والحين شفته حتى في الشوارع طريق الملك فهد الطرق اللي عندنا مليانه النخيل والاماكن في البيوت هاي ترى من نعمه الله سبحانه وتعالى والتمر والرطب هذا جامع كل الفيتامينات فيه صحيح على طاري التمر والتمر احد المدرسين في الاحساء طب ما نبقى الاسم احساس انه ما يقول انت فضحتنا التقى مع طالب من الطلاب هو مدرس يقول التقيت مع واحد عمره 8 سنوات اسلام من قال سالم طبعا دخلت على الطلاب وكذا وهذا كان بين قلت خلنا اعطيه تمره خلنا اخذ تمره واعطيه هذه التمره زين مثلا يعني زين يقول ابدا واخذت تمره وحطيته قلت يا ولد شنو هذا ها قال الولد طالع في التمر طالع سبحان الله قال هذا مثل اللي كلته بيت جدي مثل اللي كلته ايش بيت جدي قال شلون يعني شو اسمه متعرف اسمه انت قال والله استاذ لا ما اعرف قال هذا التمر
قال لي يعني أنا أكلت بيت جدي بس ما أعرف اسمه يعني. لذلك بعض الآباء حقيقة والأمهات ما يعرفون هذا الشيء, إن التمر هذا سبحان الله العظيم والله إنه واحد من الشباب راح أمريكا أخذ معه كرتونين تمر خلاص من الحسن, يقول ما شفت هالكرتونين أبدا. تخيل أمريكا سبحان يخلص بسرعة ما يتم. لذلك سبحان الله دائما جزاه الله خير الوالدة, الوالدة عندنا إذا قمت من النوم جيت في الصالة أول ما تأكل تمر تأخذ الولد الصغير جزاه الله خير أول ما أعطيك تمرة. التمر له فوائد عجيبة يعني يعطي غذاء كامل للجسم خصوصا إذا كانت التمرة مكنوزة مكنوزة كنوز يد مو باللي يحطون فيه الجلوكوز. الجلوكوز فيه فائدة لكن مش مثل كنوز اليد. إذا كان مكنوز باليد خذ تمر ما شاء الله فرق وكل, لكن إذا هذا الجلوكوز هذا هو اللي يعني يسبب بعض يعني أطباء اللي يعالجون السكر وكذا يقول لك أنت يعني ما تأخذ التمر ما تأكل أكثر من تمرتين ثلاث بس خلاص, لكن إذا كان مكنوز لا يدوي والدبس من تحتها ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج سلام خلاص نحصد هواء يا سلام. عطنا شو اسمه بسألك يا شيخ جاسم لأن أهل الحسا لازم كل غداء لازم معها تمر ولا لا؟ والله مو بشرط هذه طبعا دارجة عندهم لكن بعض البيوت ما يطبق شيء هذا يعني بعض البيوت ما يطبق الكبار إلى الآن. أنا أتلذذ أنا بالنسبة لي أتلذذ أنا مثلا بيت سباي جزاهم الله خير ولا بيت مثلا كذا الجدة ولا بيت يعني خرات ولا بيت يعني حتى الكبار يعني عموما يحبون التمر مع الرز. والسبب يا أبو محمد سبحان الله حالي مالح له فوائد يعني عجيبة سبحان الله هم اللي يذكرونها نفس الحكاية تقريبا يعني الشباب يعني ممكن يمنع التسمم يمنع التأخم طبعا كذا المطجل اسم الأكل شوف الحلا بعد الأكل نفس الحكاية سبحان الله. لا أيضا المضغ أيضا سهل الهضم صحيح جدا تأكل التمر مع الرز سبحان الله خصوصا إذا كان يوم الجمعة يوم السمك ها يجيب لك طعم ذاك كان عاد الزين ها وما يحتاج تأكله مع ذا. أيوة كلمنا عن الرز الحمر الرز قصدك الرز الحساوي اي رز لا الرز الحمر اللي مع سكر فيه عندهم رز الرز يسمونه بس كده ابو ترك اي نعم يسمونه برن ما اكلت يا سبحان الله صلح في البيت الى الان انا بعلمك